السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن سور القرآن الكريم التي تتكرر على أسمائنا وتحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبر سورة الزلزلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى آخر السورة الكريمة. روى الإمام أحمد مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أقرئني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ ألف لام راء ثلاثا. فقال: يا رسول الله كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ بحاميم. فقال: مثل مقالته الأولى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ بالمسبحات، سبحوا لله ما في السماوات، إلى آخر السورة ثلاثا. فقال: مثل مقالته الأولى. فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زلزلت الأرض زلزالها. حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. والرويجل تصغير رجل. قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، قال ابن عباس: أي تحركت من أسفلها. قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت ما فيها من الموتى. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تق الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع لرحمه فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قوله تعالى: وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت ثابتة مستقرة، أصبحت تموج وتتحرك وتضطرب وتلقي ما فيها من الموتى، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما فعل عليها من خير أو شر، بأن ربك أوحى لها. قال ابن عباس: أي أوحى إليها. وقال ابن كثير: أوحى لها مضمن لقول مضمن أن الله تعالى أذن لها. وقال ابن عباس: يقول الله عز وجل لها: تكلمي بما عمل عليك من خير أو شر. قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي يخرج الناس من قبورهم ليروا أعمالهم، فيجازون عليها، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. روى الإمامان البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر
ولرجل ستر ولرجل وزر. ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر وهي الحمير فقال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الفذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والذرة هي أصغر النمل. فبين جل وعلا في هذه الصورة وفي هذه الآية الأخيرة أن من عمل خيرا وأراد به وجه الله أثيب على ذلك، ومن عمل شرا ولو كان صغيرا عوقب عليه. في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بنصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وروى الإمام أحمد مسنده من حديث صعصعة بن معاوية أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الصورة الكريمة صورة الزلزلة اشتملت على فوائد كثيرة. فمن ذلك أولا أن الأرض تحدث يوم القيامة بما عمل عليها من خير أو شر، يومئذ تحدث أخبارها. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ثانيا أن الناس يصدرون يوم القيامة أشتاتا، أي جماعات متفرقين، فأهل الجنة جعلنا الله وإياكم منها يذهبون إليها، وأهل النار يلقون فيها. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ثالثا أن الله تعالى يري الناس أعمالهم يوم القيامة، فمن عمل خيرا وجده ومن عمل شرا وجده. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الفائدة الرابعة من هذه الصورة الكريمة صورة الزلزلة أن فيها الحث على الأعمال الصالحة وإن كانت قليلة، والبعد عن الأعمال السيئة أو المعاصي ولو كانت قليلة. روى الإمام أحمد مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياك ومحقرات الذنوب، يعني صغار الذنوب، فإن لها من الله تعالى طالبا. قال السندي: فإن لها من الله تعالى طالبا، أي يسألك الملك أو الملك يجي فيسأل عنها، كما هو حال منكر ونكير في القبر كالمثال. وكذلك الحرص على الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتصدق بعنبة واحدة وتقول كم فيها من مثقال ذرة. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.